بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز حاضرا متابعا هنا في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. بسم الله، على بركة الله وحظ، انطلق أحد الأشواط الخطيرة، أحد الأشواط اللي لها ثقلها في هذا العالم. المركز الأول شاهين أحمد بن عبد الله بن رفيع الفلاسي الزعيم يأتي في المركز الثاني، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميني، ثالثا هناك اللي هو المستشار حمد بن سيب بن راشد بالشاوي الأغفلي، بينما اللي في المركز الرابع شاهين لا خليفة بن سيف بن شاسب لم سافري. المركز الخامس هنا من يأتينا المشهر في المركز الخامس لعبد الله بن محمد بن حميد المالكي. هكذا كانت النتيجة، هكذا كان النداء الأول للمراكز، ذعناها عليكم بالوفا والتمام. يلا يا بن رفيعة، يلا يا بن رفيعة شاهين أحمد بن عبد الله بن رفيعة الفلاسي، ولكنه المشهر يبس سلام يبا الناموس لمالكي لجماهيره لمحبين عبد الله بن محمد بن حميد المالكي. هناك بالشاوي ايضا يتدخل مع المستشار حمد بن سيب بن راشد بالشاوي الاغفلي. يا سلام، وصل بو محمد، وصل بو محمد شداد سعيد سلطان بن سعيد بن محمد بن احمد بو ابراهيم. سلام عليك يا ابو ميد، سلامي عليك يا ابو ميد، سقل دارك يا ابو ميد على هذا الاداء الجميل. سلامي على شداد حيها السير، حيها السير يضيف قبل التيم فزة، انعاد ناوي عيد فوزه، غالي عند ابو ابراهيم له معزة، ولا تعادل الجعدان روزة، يا مضمره ابو ميد، يا ابو ميد، يا مضمره ابو ميد بزة، كانك تباهي عيد فوزه، كانك تباهي عيد فوزه، لبيك يا ابو ميد، لبيك يا ابو محمد، شكرا، شكرا ابو ابراهيم، شكرا ابو ابراهيم، شكرا صاحب التوقيت الافضل، تهانينا والناموس سلطان بن سعيد بن محمد بن احمد ابراهيم. المركز الثاني هناك لحمد بن سيب بن راشد الشاوي. المركز الثالث ايها الاخوه اللي في المركز الثالث خليفه بن سيب بن شاسم سافري. المركز الرابع عبد الله بن محمد بن حميد المالكي. المركز الخامس مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز على ما اظن اذا ما خان به التعبير، هناك عدد الشعارات المميزه، وكان الدخول جماعي. تهانينا لمالك شداد، ما شاء الله تبارك الرحمن، بدون اي اوامر التوقيت، واقول يا خليل 2 13 18 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.